معنا الآن عبر الهاتف من مدينة الزاوية السيد شاهد عيان. السيد الكريم، في البداية نرحب بك معنا في نشرة الخامسة، ولو تضعنا في صورة الأوضاع الآن داخل المدينة. السلام عليكم ورحمة الله. بداية أرحب بكم ورحب متابعي قناة تناصح جميعا. نطمئن الجميع عن الآن أحواش المدينة الآن هادية نسبيا بعد حدثت مجموعة من الاشتباكات ليلة البارحة بين مجموعات مسلحة محسوبة على أطراف عديدة. يمكن يعني إجمال تلك الأطراف حينا بين يعني مجموعات تملك نفوذ جزئي في حماية بعض المنشآت مثل المنشآت النفطية، ومجموعات أخرى مثلا من المجموعات الأخرى التي تنافس حول المنشآت النفطية، ربما يعني حجمها المسلح يسمح لها بالمنافسة، مما أدت إلى تتابع بعض الأحداث السابقة التي يعني كانت بين المجموعات هذه المتقاتلة فيما بينها، عندما كانت حادثة بسيطة في بدايتها قتل أحد أفراد هذه المجموعات المسلحة عن طريق الخطأ، لكن ترتب عنها معارك ضارية تستمر في زاوية منذ تقريبا أكثر من سنتين الآن، وهي تعاني من ويلات ذلك الخطأ الذي حصل بين هذه الجماعات المسلحة اللي هي محسوبة على فئة يعني الشباب اللي هم يعني هم وقود هذه المعركة. لكن الآن الأمر مستتب. الليلة البارحة حدث عملية اغتيال لأحد أفراد هذه المجموعات، فاضطرت المجموعة المساندة له يعني بالدفاع والظهور المسلح، أطلقت مجموعة من القذائف التي أصابت بعض المنازل، مما أدى إلى إصابة أضرار مادية لم تصل إلى بشرية الحمد لله، لكن يعني ما زالت الأمور غير واضحة المعالم. هناك جهود للمصالحة الآن تجري في العمارات البودرية داخل منطقة الزاوية، تتجمع مجموعة من الأعيان والكبار الذين يحاولون منع إقامة حرب من أجل ذلك تلك العملية التي حصلت ليلة البارحة. هذا تقريبا جل ما يمكن أن أشرحه لك يعني من الأحداث التي حصلت ليلة البارحة. طيب، ما أسباب تجدد الاشتباكات في هذا الوقت بالتحديد؟ هو الليلة البارحة كما ذكرت لك في هذه المكالمة أستاذي فاضل، يعني حدثت عملية اغتيال لإسلام جنوم وهو أحد هذه المجموعة المسلحة، وتم قتله وقتل أيضا سهيل بن كورة وهو أيضا من الشباب الذين تواجدوا في ذلك المكان بعد مباراة ليلة البارحة التي حصلت في المباراة المشهورة في دوري الأبطال. بعد مباشرة حصلت الرماية من سيارة شفرليت، إطلاق النار على أداء إسلام جمون باعتباره وأحد هذه المجموعات المسلحة، وأيضا قتل فيها سهيل بن كورة، والذي ذكر في المعلومة من الحاضرين أن سهيل بن كورة لم يكن مع هذه المجموعة وإنما كان داخل المباراة، وأثناء خروجه من المباراة أصاب بطلقة في صدره مما أردته قتيلا أيضا في هذا السبب الأساسي لتشدد اشتباكات ليلة البارحة. طيب، هنا عن تصريح رئيس المجلس المحلي الزاوية للتناصح عن وقف فوري لإطلاق النار في المدينة دخل حيز التنفيذ منذ الساعة الرابعة مساء. نؤكد طبعا هذا، وهذا إيقاف إطلاق النار كان قبل حتى الرابعة، هناك يعني بوابة لإيقاف النار تقريبا من الساعة 11 على طريق الساحل اللي ليس هناك أي عرقلة للسائرين في اتجاه تونس أو اتجاه صرمان والبلدات المجاورة لمدينة الزاوية. يعني أنا شخصيا كشاهد عيان مررت من هذه الطريق وليست هناك أي أثار لإطلاق نار أو حتى لدوريات أمنية أو جهات يعني من أي جهة يعني كانت. طيب، شكرا جزيلا لك شاهد عيان من مدينة الزاوية، كنت معنا.